السلام عليكم، أتمنى تكونون بخير. معاكم محمد نجداو من تيم دي ان تي تي، وهذه المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات مادة البريو للمرحلة الرابعة. بالمحاضرة الأولى اللي تخص البريو أخذنا مقدمة إضافة إلى مصطلحات مهمة تخص موضوع البريو. هاي المصطلحات مهمة بالنسبة لكم كمعلومات، إضافة إلى أنه هي مهمة بالامتحان، تمام؟ بعدها انتقلنا إلى فد موضوع سميناه البريودنشيوم وقسمناه إلى أربع أقسام، وقلنا المحاضرات الأولى راح تنقسم إلى أربع محاضرات اللي هي الجنجيفا، البريودنتالليجامنت، بعدها السمنتام، وآخر شيء الأليفيلر بون. الجنجيفا باعتبارها أطول محاضرة من ذن المحاضرات الأربعة، فقسمناها إلى قسمين، الجنجيفا البارت الأول والجنجيفا البارت الثاني. بالجنجيفا البارت الأول جينا أخذنا مقدمة على الجنجيفا، تعرفنا على أنواع الجنجيفا، بعدها جينا وحطينا الجنجيفا تحت الميكروسكوب وشفنا تحت الميكروسكوب بالجنجيفا أكو إبيثليوم وأكو كونكتيف تيشو، تمام؟ أخذنا الإبيثليوم بكل تفاصيله، حاليا راح ناخذ الكونكتيف تيشو بكل تفاصيله، بعدها آخر شيء راح ننتقل لفد صفات مميزة بالجنجيفا. هاي الصفات تميز الجنجيفا كلينيكالي، يعني البيش تجيك للعيادة تقعده تفتح الفم مالته راح تشوف فد مواصفات تتصف بها الجنجيفا، كأن يكون لونها أو حجمها أو شكلها أو إلى آخره. هذني راح يكون ختام موضوع محاضرة هذا اليوم وختام موضوع الجنجيفا، وبعدها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة ننتقل للبريودنتال لينجمنت ونكمل المحاضرات الباقية. طبعا كل هذا هو توضيح مختصر للشغلات اللي أخذناها والشغلات اللي راح ناخذها على مود تعرفون احنا شلون دا نمشي وشنو خارطة الطريق اللي راح نتبعها بالشرح. فمثل ما قلنا عندنا الجنجيفال كونكتيف تيشو. شنو نعني بالجنجيفال كونكتيف تيشو؟ يعني الكونكتيف تيشو اللي موجود بالجنجيفا. اسمه الثاني لامينا بروبيريا اللي معناها الصفيحة المخصوصة، فوارد بالامتحان انه يجيك بهذه الصورة لامينا بروبيريا. انت لازم تخلي ببالك انه لامينا بروبيريا هو الكونكتيف تيشو اللي موجود بالجنجيفا. هذا الكونكتيف تيشو اللي موجود بالجنجيفا مكون من طبقتين، تمام؟ الطبقة الأولى نسميها سوبرفيشال بابيلاري لاير، تمام؟ يعني الطبقة السطحية اللي تكون بشكل بابيلاري. طبعا مصطلح بابيلاري مر علينا بالمحاضرة الأولى وعرفنا شنو. طيب الطبقة الثانية شنو؟ الطبقة الثانية الديب ريتيكولار لاير، الطبقة العميقة، هذيك الطبقة السطحية، هاي الطبقة الداخلية العميقة اللي تكون بشكل شبكي، معنى ريتيكولار شبكي، فشكلها أشبه بالشبكة، تمام؟ هذا اللامينا بروبيريا أو الكونكتيف تيشو مكون من عدة شغلات اللي هي السيلز والفايبرز والبلود فيزلز. طبعا هاي الشغلات راح نجي ناخذها بالتفصيل شغلة شغلة. طيب حاليا راح نجي نخوض بتفاصيل الجنجيفال كونكتيف تيشو ونجي نتعمق بالشغلات اللي موجودة به اللي هي السيلز والفايبر والبلود فيزلز اللي هي الخلايا والألياف والأوعية الدموية الموجودة بالكونكتيف تيشو. راح نجي نخوض بتفاصيلها وراح نبدي بالخلايا cells of the connective tissue. عندنا أول نوع من الخلايا الموجودة بالconnective tissue أو بالgingival connective tissue، طبعا هنا من أقول connective tissue أقصد الgingival connective tissue. أول نوع عندنا هو الفايبروبلاست اللي هي الخلايا اللي فيها. The most predominant cells of the connective tissue هي تشكل 65% من خلايا الجنجيفال كونكتيف تيشو، لذلك هي تعتبر الموست بريدومينانت، يعني هذا النوع من الخلايا يعتبر النوع المهيمن على خلايا الكونكتيف تيشو اللي موجود بالجنجيفا. فهنا انا اطلب منكم انه تخلون ببالكم الشغلات اللي يقول عنها الموست بريدومينانت، الشغلات اللي يقول عنها الموست كومن، هذا اللي دائما وارده انه تجي بالامتحان. فمثلا ممكن يجيكم كسؤال بالامتحان the most predominant cells of the gingival connective tissue is fibroblasts, mast cell, macrophages, inflammatory cell. هنا انت بدورك كطالب تجي تختار الفايبروبلاست باعتبار انت دارس انه الفايبروبلاست هي الموست بريدومينانت سيلز بالكونكتيف تيشو واللي هي تشكل 65% من خلايا الكونكتيف تيشو. طيب شنو وظيفتها؟ They synthesis collagen، تمام؟ هنا الفايبروبلاست راح تصنع لنا الكولاجين وبنفس الوقت and they regulate collagen degradation. اوكي، يعني هي راح تصنع الكولاجين وبنفس الوقت تساهم بتنظيم تحلل الكولاجين، الكولاجين راح ينصنع ويتحلل، فهي راح تصنعه وتساهم او تنظم عمليه تحلل الكولاجين. اضافه لهذا الشيء فهي راح تصنع لنا الالاستيك فايبرز والكونكتيف تيشو ماتريكس. يعني اكو شغلات موجوده بالكونكتيف تيشو مثلا الالاستيك فايبر والكونكتيف تيشو ماتريكس، الماتريكس اللي موجود بالكونكتيف تيشو اللي هو عباره عن خليط من عده مواد. هنا هذه الفايبروبلاست راح تساهم
بتكوينه. هذا النوع الأول من الخلايا. النوع الثاني من الخلايا اللي هو الماست سيل اللي نسميها الخلايا البدينة. شو يقول عنها؟ It is responsible for the production of certain component of the matrix. مثل ما قلنا فوق احنا عندنا ماتريكس موجود بالكونكتيف تيشيو، الماست سيل بنفس الوقت راح تساهم بتكوين جزء من مكونات هذا الماتريكس. طيب بعد ايش راح تسوي؟ And they produce vasoactive substance. تمام؟ شنو معنى vasoactive substance؟ هذه معناها فد مواد تكون فعالة بالأوعية الدموية، يعني داخل الأوعية الدموية هذه المواد راح تكون فعالة، يعني وصفها بهذا الوصف أو سماها بهذا الاسم. طيب شنو راح تسوي؟ Which may control the flow of blood throughout the tissue. يعني هنا هي راح تسيطر أو تكون مسؤولة عن تدفق الدم خلال التيشيو. هذا من هو الماست سيل اللي راح تساهم بتكوين certain component of the matrix، الماتريكس الموجود بالكونكتيف تيشو راح تساهم بتكوين جزء من عنده. إضافة لهذا الشيء راح تنتج لنا مادة سميناها الفيزو أكتيف سبستانس اللي تكون فعالة داخل الأوعية الدموية واللي تسيطر على تدفق الدم خلال التيشو. هذا هو كل ما متعلق بالماست سيل. وراها عندنا الماكروفاج سيل. شنو هاي الماكروفاج سيل؟ They have a phagocytic action and involved in the defense mechanism. هنا شنو يقصد بهذا الكلام؟ الماكروفاج سيل طبعا كلكم تعرفوها انه هي الخلايا الضامة اللي تقوم بعملية البلعمة. فالفاجوسايتيك اكشن شنو معنى هذا الاكشن؟ هذا فد نشاط بيولوجي تمارسه الخلايا باثناء ما تدخل لها خلايا مصابة مثلا او تنتقل لها العدوى او مثلا تدخل لها أجسام غريبة وغير مرغوب بها. هنا هذه الخلايا راح تمارس فد نشاط، من خلال هذا النشاط راح تحافظ على نفسها وتحاول تطرد هذه الأشياء خارج هذه الخلية. فبالتالي هي عندها ديفنس ميكانيزم، فد وظيفة دفاعية. بقى عندنا نوع أخير من الخلايا اللي هو الانفلاماتوري سيلز. They have different immunological functions such as lymphocytes and plasma cells. طبعا هذا النوع من الخلايا معروف عنه دائما انه هو يمتلك وظائف مناعية مختلفة. فانطانا امثلة عنه مثل منه، مثل اللمفوسايت اللي هي جزء من خلايا الدم البيض اضافة الى البلازما سيل. هنا اثناء ما الجسم يتعرض لمخاطر معينة راح يتفعل دور هذه الخلايا. على سبيل المثال اثناء ما الجسم تعرض او دخل مصدر خطر، هنا هذه الخلايا راح تتفعل وراح تنتج لنا مثلا انتي بادي ضد مصدر الخطر وتتحاول تتخلص من هذا الخطر. فهنا تكمن وظيفة هذه الخلايا اللي هي الوظيفة المناعية. هذه هي كل الامور المتعلقة بالسيلز اوف ذا كونكتيف تيشو، جينجيفال كونكتيف تيشو. حاليا راح ننتقل لموضوع ثاني اللي هو الفايبر. الكونكتيف تيشو هذا بي فايبر. اذا ترجعون وياي لبداية المحاضرة قلنا الكونكتيف تيشو يحتوي على سيلز فايبر بلود فيزلز. اخذنا الخلايا، حاليا راح ناخذ الفايبر. اكيد اول ما نبلش بالفايبر لازم نعرف منشأ هذا الفايبر منين. اذا نرجع للخلايا، اول نوع من الخلايا اخذنا الفايبروبلاست سيل. الفايبروبلاست سيل قلنا عنها الموست بريدومينانت سيل اللي تشكل 65% من خلايا الكونكتيف تيشو. تمام، ده تذكروها وياي. ايش قلنا عنها؟ قلنا عنها تكون مسؤولة عن تكوين الكولاجين وتحلله. تمام، وبنفس الوقت راح تكون الإلاستيك فايبر وتكون الكونكتيف تيشو ماتريكس. إذا من خلال هذا التعريف مالتها ومن خلال أصلا اسمها، هي اسمها فايبروبلاست، راح نعرف أنه الفايبروبلاست سيل هي المسؤولة عن تكوين الفايبر اللي موجود بالجنجيفال كونكتيف تيشو. طيب إحنا إيش عندنا فايبر؟ عندنا أربع أنواع من الفايبر. الكولاجين فايبر اللي يكون is the most predominant type of fiber، هذا تركزون عليه وممكن يجي بالMCQ انه الموست بريدومينانت تايبس اوف فايبر اوف ذا جينجيفال كونكتيف تيشو هو الكولاجين فايبر. النوع الثاني عندنا ريتيكولين فايبر، النوع الثالث اوكسيتالين فايبر، والنوع الرابع الالاستين فايبر. فانتم تخلون ببالكم ذل الانواع تحفظوهن وتركزون على الكولاجين فايبر باعتباره هو الموست بريدومينانت تايب اوف فايبر. طيب هذا الفايبر شنو وظيفته؟ The function of gingival fiber. أكيد الفايبر من موجود له وظيفة. خلنا نرجع وياكم للمحاضرة الأولى اللي أخذنا بيها الجنجيفا الأولى، مو هذه. اتطرقنا في الموضوع سميناه type of gingiva. ذكرنا أنه أكو ثلاث أنواع للجنجيفا. واحد من ضمن الأنواع سميناه marginal gingiva. تمام؟ marginal gingiva إلى بعد اسمين. اسم الثاني free gingiva واسم الثالث unattached gingiva. تمام؟ من خلال الشرح اللي اخذناه عن المارجنال جنجيفا ومن خلال اسمها اللي هو افري جنجيفا اور ان اتاتش جنجيفا، راح نعرف انه المارجنال جنجيفا او الفري جنجيفا او الان اتاتش جنجيفا ما مرتبطه ارتباط وثيق بسطح السن.
ومن خلال الشرح ذكرنا انه احنا نقدر نفصلها عن سطح السن عن طريق البروب، هذا كله اخذناه الحكي بالمحاضره الاولى. طيب اذا احنا نقدر نفصلها عن سطح السن وهي ما مرتبطه ارتباط وثيق بسطح السن، هنا راح يسبب لنا مشاكل، لازم اكو فد شيء يسندها او يدعمها على مود تكون مضاده سطح السن، على مود تتجه باتجاه سطح السن، تمام؟ فهنا راح يجي دور الفايبر. الفايبر ايش راح يسوي؟ تبريسز ذا مارجنال جينجيفا firmly against the tooth. هنا الجينجيفال فايبر راح يدعم او يشبك المارجنال جينجيفا باتجاه سطح السن حتى ما تظل طايفه بالعاميه نقول، او ما تظل يعني ما مسنوده او ما تظل حره، اوكي؟ لازم اكو فتشي يدعمها او يسندها باتجاه سطح السن. الوظيفه الثانيه ايضا متعلقه بالفري جينجيفا او المارجنال جينجيفا، تيونايز ذا فري جينجيفا تو ذا روسمنتام اذ ادجيسد اتاتش الجينجيفا. هنا الفري جنجيفا او المارجنال جنجيفا اللي ما ذكرها وياه هي الجزء القمي اللي قلنا عنها تشبه الطوق اللي يلبسونه البنات، تمام؟ اللي تكون قريبه من سطح السن، اوكي؟ ها من هي الفري جنجيفا؟ هنا راح يجي الفايبر راح يربط الفري جنجيفا بمن؟ بالسمنتم مال الروت، اوكي؟ وراح يربطها بالاتاتش جنجيفا اللي تكون بعدها، تمام؟ الاتاتش جنجيفا قلنا هي استمرار للفري جنجيفا او المارجنال جنجيفا، فهنا راح يجي دور الفايبر يربط لنا المارجنال جنجيفا او الفري جنجيفا بالادجيسيت اتاتش جنجيفا، بالاتاتش جنجيفا اللي تكون صايره بعدها مباشره مجاوره لها. الوظيفه الثالثه للجنجيفال فايبر ات هيلب تو ويذستاند ذا فورسز اكزيرتد باي ماستيكيشن، تمام؟ هنا ايش راح يسوي الفايبر؟ راح يساعد على الصمود بوجه القوه اللي دا تمارسها الماستيكيشن، قوه المضغ، تمام؟ قوه المضغ تريد فد شيء يصمد امامها، فالفايبر هنا راح يساعدنا بهذا الشيء. حاليا راح ننتقل للموضوع اللي هو الارنجمنت اوف ذا جنجيفال فايبرز، هذا الموضوع جدا مهم. هنا ايش دا يقصد؟ دا يقصد انه الفايبرز اللي اخذناه وعرفنا انواعه وعرفنا وظائفه، هذا الفايبرز راح يكون مرتب بشكل خمس مجاميع، تمام؟ شنو هالخمس مجاميع؟ دينتو جنجيفال فايبرز، الفيولار جنجيفال فايبرز، دينتو بريستيال فايبرز، سيركولار فايبرز، واخيرا عندنا الترانسبتال فايبرز واللي واضحات قدامكم بهذه الصوره، تمام؟ هذني الخمس مجاميع كل مجموعه من عندهن لها تعريف، والتعريف مطلوب من عندكم حفظ، والتعريف هو عباره عن مسار هذا الفايبرز، هاي المجموعه مال الفايبرز منين طالعه وين منتهيه، هذا هو التعريف. طيب شلون راح نحفظهن؟ راح نحفظهن من خلال الاسم. اذا تبعون ويا هسه على الدينتو جنجيفال فايبرز، دينتو جنجيفال فايبرز، كلمة دينتو جنجيفال مكونة من جزئين، الجزء الأول اللي هو الدينت واللي معناه السن أو الشيء المتعلق بالسن، والجزء الثاني اللي هو الجنجيفال واللي معناه الجنجيفا أو اللثة، تمام؟ فنستنتج من الاسم فقط التعريف، من الاسم راح نعرف إنه هاي مجموعة الفايبرز طالعة من الدينت، أي إنه هي طالعة من السن أو شيء متعلق بالسن ومنتهية بالجنجيفا، منتهية باللثة. إذا إيش دا يقول عنها؟ They project from the cementum in a fan-like conformation toward the crest on the outer surface of the marginal gingiva. إذا دا يقول هي عبارة عن بروز، تمام؟ منين طالع؟ من السمنتم، يعني طالع من الدينت، طالع من السمنتم بالتحديد، يعني محدد لك بالضبط إنه هو من السمنتم. وين متجه؟ على ضوء التعريف المفروض هو متجه للجنجيفا، فدا يقول هنا toward the crest on the outer surface of the marginal gingiva. إذا مضبوط، من خلال الاسم عرفنا التعريف إنه هو طالع من الدينت متجه باتجاه الجنجيفا، أي طالع من السمنتم بالتحديد ومتجه باتجاه المارجنال جنجيفا بالتحديد. طيب شنو وظيفته؟ They provide support to gingiva. هو راح يوفر لنا دعم للجنجيفا من خلال شنو؟ من خلال انه هو راح يربطها بالسن. وظيفة هذا الدينتو جنجيفال فايبر راح يوفر دعم للجنجيفا من خلال لصقها او ربطها بالسن، وهذا هو اللي واضح قدامكم بالصورة. ننتقل للجروب الثاني ونطبق عليه نفس الكلام اللي هو الالفيولار جنجيفال فايبرز. من اسم الجروب او من اسم هاي المجموعه مال الفايبرز هي اذا تطلع من الالفيولار وتتجه باتجاه الجنجيفا، باعتبار الكلمه الاولى او الجزء الاول من الاسم هو الالفيولار والجزء الثاني من الاسم هو الجنجيفال، فهو دا يطلع من الالفيولار بون دا يتجه باتجاه الجنجيفال. فايش دا يقول عنه؟ ذا اكستند فروم ذا بريوستيوم اوف ذا الالفيولار كريست. هو دا يطلع بالتحديد من البريوستيوم
مع الاليفولار كريست وده يتجه كورونا اللي وين انتو ذا لامينا بروبيريا ده يتجه للكونكتيف تيشيو مع الجنجيفا. فاذا الكلام هنا مضبوط, هو ده يخرج من البريوستيام او ده يطلع من الاليفولار على ضوء الاسم احنا عرفنا التعريف, ده يطلع من الاليفولار وده يتجه باتجاه الجنجيفال, وبالتحديد من الاليفولار ده يطلع من البريوستيام مال الاليفولار كريست ويتجه بالتحديد للكونكتيف تيشو مال الجنجيفا. الفانكشن ماله شنو؟ اتاج ذا جنجيفا تو ذا اليفولار بون, يربط الجنجيفا بالاليفولار بون. هذا هو اللي واضح قدامكم بالصوره. الجروب الثالث راح يكون الدينتو بريوستيال فايبرز ونطبق عليه نفس الكلام. اوكي, هنا الدينتو بريوستيال مكون من جزئين, الجزء الاول اللي هو الدينت اللي معناه السن مثل ما اخذناه بالتعريف الاول قلنا عليه السن او الشيء المتعلق بالسن, والبريوستيال شيء متعلق بالاليفولار بون او البريوستيام. فاذا هنا الفايبرز راح يطلع من السن ويروح للاليفولار بون. اذا راح يطلع منين؟ they arise from the cementum near the cemento enamel junction. تمام, راح يطلع من السمنتم بالقرب من السمنتو انامل جونكشن. وين راح يروح؟ راح يروح اند انسيرت انتو ذا بريوستيام, راح يروح للبريوستيام اوف ذا اليفولار بون. فمن خلال الاسم عرفنا التعريف. وظيفته شنو؟ بروتيك ذا بريودنتال ليجامنت. البريودنتال ليجامنت هي الروابط اللي تربط السن بالاليفولار بون, هاي راح ناخذها بالمحاضرات القادمه ان شاء الله. فوظيفته هو يحميها, بروتيك ذا بريودنتال ليجامنت مثل ما واضح قدامكم بالصورة. ننتقل للنوع الرابع اللي هو السيركولار فايبرز, هذا من اسمه يتخذ مسار دائري. They surround the tooth in a cuff or ring like fashion. اوكي, بشكل دائري بالتوث, راح يفتر بالتوث بشكل دائري. وين بالضبط؟ يقول and course throughout the connective tissue of the marginal and attached gingiva. عنده كورس وين؟ عند الكورس مالته بالconnective tissue مال منو؟ مال المارجنال والattached gingiva. النوع الخامس والأخير transseptal fibers, يعني هنا نقصد بالعابر. يعني شنو العابر؟ هو بالبداية يقول عنه they are located anteroproximally, موجود anteroproximally. تمام, طيب هنا ايش يقول عنه؟ they extend from cementum of one tooth to the cementum of neighboring tooth. هو هنا راح يمتد من السمنتم مال واحد من الأسنان للسمنتم مال السن المجاور. أوكي, they protect the anteroproximal bone, هو راح يحمي الانتربروكسيمال بون and maintain, ويحافظ على شنو راح يحافظ؟ tooth to tooth contact. أكو هنا فت contact بين الأسنان, هذا الترانسيبتال فايبرز راح يحافظ عليه. إذن هذا من اسمه مميز إنه هو دا يعبر من سمنتم مال واحد من الأسنان للسمنتم مال السن المجاور, إلى وظيفته حماية ومحافظة, الحماية على الانتربروكسيمال بون والمحافظة على التوث تو توث كونتاكت. وهذا النهن واضحات قدامكم بالصور. هذه هي كل الأمور المتعلقة بالأرنجمنت أوف جينجيفال فايبرز, وكل الأمور المتعلقة بالجروبات الخمسة اللي أخذناها مع تعاريفها. مثل ما تعرفون احنا بداية المحاضرة قلنا الكونكتيف تيشو يحتوي على خلايا, هاي الخلايا أخذناها بكل أنواعها وتفاصيلها, وقلنا يحتوي على فايبرز أيضا أخذناها بكل أنواعها وتفاصيلها, وقلنا يحتوي على بلود فيزلز اللي هسه راح ناخذها, بلود سبلاي اد نيرف التغذية الدموية والعصبية المن للجنجيفال تيشو. منطقة الجنجيفال تيشو هي بالعادة منطقة تكون غنية بالفاسكولار سبلاي امنيا من الانترنال ماكسيلاري ارتري, هذا تحفظونه وياي الانترنال ماكسيلاري ارتري, هذا بصورة عامة. لكن اذا اريد ندخل بالتفاصيل اللي تكون ادق راح نشوف المصادر هي السوبرا بريوستيال ارتريولز, فيزلز اوف بريودنتال ليجامنت, ارتريولز ايمرجينج فروم ذا كريست اوف ذا انترنال سبتم. سوبرا بريوستيال ارتريولز, طبعا هنا نقصد بكلمة ارتريولز الشرايين الصغيرة, تكون سمول برانش من الارتري, يعني تفرق عن الارتري, لا هي شرايين اصغر من الارتري وتكون فرعية من الارتري اللي هو يكون الرئيسي والكبير بالحجم. فالسوبرا بريوستيال ارتريولز هذا هو اول مصدر, وطبعا هذا موجود بهواي اماكن بالاورال كافيتي. بعده الفيزلز اللي موجوده بالبريودنتال ليجامنت, البريودنتال ليجامنت راح ناخذها بالمحاضرات القادمه ان شاء الله. الفيزلز اللي موجوده بذيك المنطقه ايضا تساهم بالفاسكولار سبلاي او البلوس سبلاي. والتايب الثالث والاخير او المصدر الاخير الارتريولز ايمرجينج فروم ذا كريست اوف ذا انتردينتال سبتا, منطقه الانتردينتال سبتا هي المنطقه اللي تكون بين السنين المتجاورات. هناك اكو ارتريولز, هذه الارتريولز ايضا تساهم بالبلوس سبلاي لهذه المنطقه. اما فيما يخص النيرف سبلاي لهذه المنطقه فراح يكون من التيرمينال برانش اوف ذا ماكسيلاري اند مانديبولار برانش, مال من؟
مع الترايجيمينال نيرف. اذا تخلوها ببالكم انه النيرف سبلاي راح تكون من التيرمينال برانش اوف ذا ماكسيلاري اد مانديبولار برانش اوف ذا ترايجيمينال نيرف. هذا هو كل ما متعلق بالبلود فيزلز اللي موجود بالكونكتيف تيشيو. سلايد بسيط سهل مختصر. حاليا راح ننتقل للموضوع الاخير من محاضرة اليوم والموضوع الأخير من الجنجيفا اللي هو clinical descriptive criteria of clinically healthy gingiva and inflamed one. هنا راح ناخذ فد مواصفات الجنجيفا اللي تكون health ونقارنها بالجنجيفا اللي تكون inflamed الجنجيفا الملتهبة. فبالبداية راح ناخذ الجنجيفا color. النورمال color of the gingiva هو شنو؟ هو coral pink وردي مرجاني. اوكي يعني نوصفه بكلمتين وردي ومرجاني. هذا هو لون الجنجيفا اللي تكون نورمال واللي تكون هيلث مع بعض الاختلافات with some variation depending on. طبعا هذه الاختلافات تعتبر اختلافات نورمال ما تعتبر اختلافات يعني تسبب مشكلة. لا هاي الاختلافات اللي راح نشوفها الفاريشن هذه الاختلافات تعتبر شيء نورمال وما تدل على انه الجنجيفا انفلامت. مثلا شنو؟ مثلا الامونت اوف ميلانين ان ذا تيشو. مثل ما تعرفون انه الميلانين هي المسؤولة عن اللون فكميتها بالتشيو راح يأثر على لون الجنجيفا اللي هو الكورال بينك فممكن يتغير لونها لكن تبقى هيلث. اوكي شغلة الثانية the thickness of the epithelium. الابيثيليوم احنا اخذناه بالمحاضرة الاولى قلنا الجنجيفا تحتوي على ابيثيليوم وكونكتيف تشيو. الابيثيليوم الثيكنس ماله ايضا الى دور بلون الجنجيفا. الشغلة الثالثة the degree of the keratinization. الكيراتينايزيشن اللي أخذناه هذا المصطلح بالمحاضرة الأولى درجته ممكن أيضا تأثر على لون الجنجيفا. والشغلة الرابعة والأخيرة الفاسكولاريتي of the connective tissue. هنا طبعا هاي الشغلات جدا مهمة بالأسئلة وجدا يحبوها الأساتذة يعني هاي الأشياء ممكن جدا أنه تجيكم بالامتحانات يعني أي تعداد أنا دا أعدده ممكن يجي في حال كانت طبيعة الأسئلة MCQ أو غير طبيعة من الأسئلة لأن انه هاي الشغلات تعتبر شغلات رئيسية ومهمة واضحة فضروري كلش انه تعرفوها وتفهموها. طبعا هذا اللي ظاهر قدامكم بالصورة هو الكورال بينك اللون اللي يعتبر نورمال كولر للهيلثي جنجيفا. الجنجيفا اللي تكون هيلثي وسليمة هذا لونها اللي يعتبر اللون الطبيعي. بعد شنو عندنا ملاحظات على الجنجيفا الكولر؟ عندنا الدارك سكين بيبول الاشخاص ذو البشره الداكنه راح يظهرون فد لون معين يا لون راح يظهرون الدارك بلو اور براون الازرق الداكن او اللون البني هذا منه الدارك سكين بيبل. النوب راح يجي يحكي لنا على الميلانين. الميلانين ات از بريزنت ان اول نورمال انديفيدجوالز اوف نوت انسفيشنت كوانتيتي تو بي ديتكتد كلينيكالي بات ان بلاك انديفيدجوالز ات از بروميننت ان ذا اورال كافيتي. شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه صبغة الميلانين موجودة بكل الاشخاص الطبيعيين لكن هي بالعادة موجودة بكميات قليلة بحيث هاي الكميات ما تسمح لنا انه احنا نشوفها كلينيكالي تمام؟ لكن بالبلاك انديفيدجوالز الاشخاص ذوي البشرة السوداء الميلانين راح تكون بروميننت ان ذا اورال كافيتي. يعني اذا صادفكم هيك شخص من ذوي البشرة السوداء راح تشوفون انه صبغة الميلانين كلش طاغية ومهيمنة ومسيطرة بالاورال كافيتي. مجرد تنتبه على الاورال كافيتي ماله راح تعرف معنى كلامي. عندنا هالملاحظة جدا مهمة على الكولر اوف انفليم الجنجيفا. الجنجيفا اللي الملتهبة اللون مالتها راح يتراوح من فروم ريد تو بلوش ريد من الاحمر الى الاحمر المزرق. شنو السبب؟ السبب طبعا الفيزو دايليشن اللي دا يصير بهاي المنطقه. بالتالي الفيزو دايليشن which led to bleeding tendency. هنا هذا الفيزو دايليشن اللي دا يصير اللي هو توسع الاوعيه الدمويه دا يتلاعب باللون مال الانفليم الجنجيفا وممكن هو يؤدينا الى البليدنج. بقت عندنا ملاحظتين سهلات وواضحات. الملاحظة الأولى راح نتكلم بها عن الأتاتش الجنجيفا. ارجعوا إلى المحاضرة الأولى. عندنا المارجينال جنجيفا أو الفري جنجيفا أو الأن أتاتش الجنجيفا ويجي بعدها الأتاتش الجنجيفا. بعد الأتاتش الجنجيفا إيش راح يجي؟ راح يجي الألفيولر ميوكوزا تمام؟ يعني فري جنجيفا هسه راح نوضحها بالصور طبعا. بعد الأتاتش الجنجيفا بعدها منو راح يجي؟ الألفيولر ميوكوزا. هذه الصورة بشوفوها وياي. الأتاتش الجنجيفا هذه الفري جنجيفا طبعا المنطقة اللي قلنا عنها تكون قريبة من السن وواضحة قدامكم الانتردينتال جنجيفا الجنجيفا اللي تكون بين الأسنان والأتاتش الجنجيفا هاي المنطقة اللي واضحة قدامكم ومأشرة. بعد الأتاتش الجنجيفا ايش راح يجينا؟ راح يجينا الألفيولار ميوكوزا. اوكي الألفيولار ميوكوزا هنا ايش دي يقول؟ دي يقول اكو فد لاين او جنكشن يفصل بين الأتاتش الجنجيفا
والألفيولار ميوكوزا. سمينا هذا سمينا الميوكو جنجيفال جونكشن أو الميوكو جنجيفال لاين. تمام، هذا الميوكو جنجيفال جونكشن أو الميوكو جنجيفال لاين راح يفصل لنا بين الأتاتش الجنجيفا وبين الألفيولار ميوكوزا. هذه هي الملاحظة. الملاحظة الأخيرة، المارجنال جنجيفا نفسها الفري جنجيفا أو الان اتاتش الجنجيفا، ايش ده يقول عنها؟ سيبريتد فروم ذا اتاتش الجنجيفا، هي مفصولة عن الاتاتش الجنجيفا بواسطة شنو؟ فري جنجيفال جروف. فشي سميناه فري جنجيفال جروف. الفري جنجيفال جروف طبعا الوايد ماله يكون 1 مليم فقط، وهو موجود تقريبا ب 30 الى 40% من الاشخاص. فانتوا لازم تفرقون بين منو وبين منو، تفرقون بين الميوكو جنجيفال لاين او الميوكو جنجيفال جانكشن، وتفرقون بين الفري جنجيفال جروف. هذني كل وحده تختلف عن الثانيه. الاول الميوكو جنجيفال لاين قلنا يفصل الاتاتش الجنجيفا عن الاليفيولار ميوكوزا، الفري جنجيفال جروف يفصل المارجنال جنجيفا عن منو؟ عن الاتاتش الجنجيفا. هذه كل الامور المتعلقه بالجنجيفال كولر بلون اللثه. عرفنا الكولر مال الهيرد جنجيفا وعرفنا الكولر مال الفليم الجنجيفا اللي لازم تركزون عليها. هذه هي الصوره اللي شرحنا عنها ووضحنا الشغلات المهمه بها. حاليا راح ننتقل للجنجيفال كونتور. الجنجيفال كونتور يقصد به محيط اللثه بشغلتين لازم تعرفوهن وياي، بسيطات وسهلات. الهيلثي جنجيفا، الجنجيفا الصحيه اللي ما بها اي التهاب او اي مشاكل، الكونتور مالها شلون راح يكون؟ نايف ايج وسكالوبت، يعني شيء اشبه بحافه السكين وايضا اشبه بالصدف، الصدف اللي موجود بالبحر. هذا منو؟ هذا الكونتور مال الهيلث جنجيفا. الانفليم الجنجيفا الكونتور مالها شلون راح يكون؟ راح يكون راوندد اند لارج. تمام، راح تكون مدوره واسعة اللارج. شنو السبب؟ بسبب الفاسكولار ستاجنيشن اند انكريزز فورميشن اوف كولاجين فايبر، بسبب الركود اللي دا يصير بالفاسكولار. هنا احنا مو دا يصير عندنا انفليم الجنجيفا، دا يصير ركود بالفاسكولار بهاي المنطقة، فهنا راح يزيد الفورميشن اوف كولاجين فايبر، فالشكل راح يظهر راوندد اند لارج. هذا منو؟ هذا الكونتور مال الانفليم الجنجيفا. راح ننتقل الموضوع اسمه الجنجيفال كونسيستنسي واللي نقصد به تناسق الجنجيفا. وكالعاده راح نجي نتكلم عن الهيلث جنجيفا والانفليم الجنجيفا. فيما يخص الهيلث جنجيفا، الكونسيستنسي مالها او التناسق مالها راح يكون ريزيليانت، ترى راح تكون مرنه لكن بنفس الوقت فيرم ثابته. اوكي انا من اجي امسكها بيدي هي مرنه لكن بنفس الوقت ثابته، لان هي باوند داون تو ذا اندرلاينج بون، هي مرتبطه بالبون اللي تحتها، فراح تكون مرنه لكن بنفس الوقت ثابته، يعني ما راح اقدر اسحبها بيدي للخارج، لا هي ثابته لان مرتبطه بالبون اللي تحتها. هذا فيما يخص الكونسستنسي مال منو؟ مال الهيرد جنجيفا. فيما يخص الانفليم الجنجيفا، الكونسستنسي مالها راح يكون على شكلين، اما تكون سوفت اند سبونجي او تكون اكستريملي فيرم، يعني اما تكون ناعمه وسفنجيه او تكون ثابته بشكل جدا قوي، يعني ثباتيتها اكثر من الطبيعي. هنا راح تكون سوفت وسبونجي بسبب الفاسكولار ستاجنيشن اند ديكريز ان ذا اماونت اوف جنجيفال كولاجين فايبر، يعني هي راح تكون ناعمه وإسفنجية بسبب الركود، ركود الأوعية الدموية اللي دا يصير عندنا، وبالتالي بسبب الديكريز ان ذا اماونت اوف جنجيفال كولاجين فايبر، كمية الكولاجين فايبر المصنعة قليلة قلت. أو تكون ثابتة بشكل فوق المعتاد بسبب شنو؟ بسبب because of excessive formation of collagen fiber. تمام، الكولاجين هنا النتج بكميات جدا فوق المعتاد اكثر من النورمال رينج، فهنا صارت الكونسستنسي مال الانفليم الجنجيفا صار هنا ثابت بشكل جدا قوي اكثر من الشكل الطبيعي. وهذا وين راح نشوفه؟ راح نشوفه بالكرونيك انفلاميشن، يعني هاي ميزه من مميزات الكرونيك انفلاميشن. حاليا راح ننتقل للجنجيفال سيرفيس تكستشر. هنا يقصد ملمس اللثه شلون راح يكون؟ ده يقول عنها الجنجيفا ما هاف ايذر ستيبل اور سموث اند شايني سيرفيس، يعني ممكن تكون منقطه تمام وممكن تكون ملساء ناعمه ولامعه بنفس الوقت. فالاتاتش الجنجيفا ايش راح تكون؟ ستيبل منقطه، بينما الفري جنجيفا راح تكون سموث. باعوا وياي بالصوره، هذا تبعون على الصوره اذا تركزون على
التاج الجنجيفا راح نشوف انه هي تكون ستيبلد يعني منقطه. Inflamed gingiva reduction or lack of stippling is not an indicator of health nor is the absence of the stippling an indicator of disease. يعني هنا يقصد انه هذا الستيبلد اذا انوجد او ما انوجد هو ما يعتبر مؤشر على الصحه او المرض لا. وبنفس الوقت هو بتقدم العمر راح يصير له ديسابير ممكن يختفي بتقدم العمر او عند الاشخاص اللي يكونون كبار بالعمر. حاليا راح ننتقل لاخر سلايد بالمحاضره اللي هو السايز. برايكم السايز مال الجنجيفا حجم الجنجيفا راح يكون متوافق مع شنو؟ راح يكون متوافق مع السيلولار اند انتر سيلولار اليمنت اند ذير فاسكولار سبلاي. راح يكون متوافق او متلائم او موازي المن للعناصر الخلويه الداخليه للجنجيفا اوكي. واضافه لهذا الشيء فراح يكون متوافق ايضا او حجمها يعتمد ايضا على شنو؟ على الفاسكولار سبلاي الاوعيه الدمويه بهذه المنطقه. يعني كل ما تكون اكثر اكيد السايز راح يكون نوعا ما اكبر. زين هنا ذاكرنا انه اي التريشن بالسايز يعني اي تغيير بحجم الجنجيفا انت يعني هسه حجم الجنجيفا مالتك الطبيعي تعرفه اي تغيير راح يصير سواء اللارجمنت او اوفر جروث يعني زياده بالحجم او نمو غير طبيعي هذا هنا يعتبر مؤشر للجنجيفال ديزيز مؤشر الفد مرض معين. هذا هو ما متعلق بالسايز اوف ذا جنجيفا. اللي هنا انا اقدر اقول لكم خلصت محاضره هذا اليوم. اشكركم الحسن الاستماع وان شاء الله التقيكم بالمحاضرات القادمه.